وتعالوا نروح للكابتن يونس شليح، مدرب حراس مرمى نادي الوداد المغربي السابق، وواحد من مكتشفي طبعا الحارس الكبير ياسين بونو. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. الله ينور، السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. النهارده زعلانين وفرحانين، يعني زعلانين احنا كنا عايزين المنتخب المغربي يصل لاخر نقطه وليه لا يشيل كاس العالم، في نفس الوقت فرحانين وفخورين بهذا الانجاز العظيم للمنتخب المغربي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، هو بحد ذاته انجاز كبير للكره المغربيه والعربيه والافريقيه، واللي فريق المنتخب المغربي اكد بان ما كاينش مستحيل. الحمد لله حقنا نحلموا وغادي نحققوا الحلم ديالنا، حقنا نحلموا كعرب كمغاربه وكافريقيين ان شاء الله، حيت عندنا بزاف ديال المقومات وبزاف ديال المؤهلات باش نقارعوا كبار العالم ماشي غير القاره. رايك في المستوى اللي قدمه ياسين بونو على مدار هذه البطوله؟ انا عارف ان انت واحد من اللي اشتغلوا مع ياسين بونو من طفولته يعني. الحمد لله، كما شفت الجميع المستوى ديال ياسين بونو، تبارك الله قدم مستوى رائع وبرهن، وزيد اكد بانه واحد من الحراس الكبار في العالم. ياسين بونو ما المؤهلات ديالو ولا العطاء ديالو في هذه البطوله ديال كاس العالم، الحمد لله انا ما بهرتنيش، حيت انا كنت عارف المستوى ديالو مين كان في الصغر ديالو، كان الحارس عنده مقومات كبيره، كان رزين هادئ متابر، كان باغي يوصل، والحمد لله وصل داك الشيء اللي كان كيتمناه برغم الصعوبات وبرغم بزاف ديال العراقيل اللي لقاها في المسار ديالو، ولكن بحكم الحمد لله المثابره ديالو وقوه العزيمه والمونتال ديالو والقوه الشخصيه ديالو وصلاته الحمد لله باش لهذا المستوى اللي كنهنيه وكنقول له تبارك الله عليك، شرفتينا وشرفتي الكره العربيه والكره الافريقيه والكره العالميه كلها والمغربيه بطبيعه الحال وحراس المرمى المغاربه. المنتخب المغربي كان يقدر يعمل اكثر من اللي عمله النهارده قدام المنتخب الفرنسي من وجهه نظرك؟ كما قلت قدر الله ما شاء فعل، المستوى اللي قدم المنتخب المغربي مستوى كبير، حتى واحد ما كان كيتنبأ اللي بيوصل لهذا الدور، ولكن راه فوق طاقتك لا تلام. الدراري عرقوا التوني كما كنقولوا باللو القميص ديالهم وادوا البلاء الحسن، ومن هذا المنبر كنشكرهم وكنشد بيديهم واحد بواحد وكنقول لهم شرفتونا وهزيتوا راسنا، تبارك الله عليكم وحنا فخورين بكم، وان شاء الله علاش لا ما نكونوش احنا من ضمن ثلاثه ديال العالم ان شاء الله خلال الماتش ديال كرواتيا ان شاء الله. ان شاء الله مباراه كرواتيا ان شاء الله، شايف المنتخب المغربي قادر باذن الله انه يحصد برونزيه كاس العالم مع الضغط البدني الكبير؟ ان شاء الله، ان شاء الله احنا متاكدين ان شاء الله وتيقين في العناصر ديالنا وتيقين في المدرب، وكما كان الحال احنا فرحانين بهم وفرحانين بهم فرحه لا توصف، المغاربه كاملين، العرب كاملين، لافريك كاملين، الحمد لله الحمد لله على كل حال، حتى واحد ما كان كيتنبأ بهذا الانجاز، ولكن الحمد لله وان شاء الله مازال الخير غادي يكون قدام، حيت اللاعبين الاغلبيه معدل السن ديالهم باقي صغير ومازال عندهم محطات اخرى ان شاء الله اللي غادي يشاركوا فيها، وغادي يبرزوا بان هذه المرحله اللي وصلوا ماشي محط صدفه، ولكن نتيجه عمل وعندهم امكانيات باش يوصلوا اعلى المراتب ان شاء الله. يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا، تهانينا للمنتخب المغربي هذه المرحله المشرفه في كاس العالم، رفعت رؤوسنا جميعا. كابتن يونس شليح مدرب حراس مرمى الوداد المغربي السابق واحد مكتشفي الحارس الكبير ياسين بونو. بالمناسبه ياسين بونو من حقه كمان يكون ضمن المنافسين على جائزه افضل حارس في هذا المونديال بفضل الأداء الكبير والعظيم اللي عمله في هذه البطولة.